مخيف ما يسحب ضهر بالرقص فعلا. تتعلم بركي جديد فايت. شو؟ رفعت لنا رقص. عم بيرفع جرس. هاي دبكة جديدة أنا يعني عم بعملها عزاوي رائعة. تحية كثير كبيرة لجنى بيب قريت حياة قدرت وجنى تحية كثير كبيرة. يا بالرقص شو بدي أقول لك توب بتحدي اللهجات وتقليد الشخصيات توب كمان مبدئيا هلا إنه ما بعرف أنت شو رأيك أنت أنا برأيي توب 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 رح نجرب نعمل خمس دقايق على السريع بهالخمس دقايق بدك تجربي تقلدي لي اكبر عدد من الشخصيات من اللهجات شخصيات هلا بنأجلها بعدين لهجات فينا نبلش لهجات ريدي تعبتي خذي نفس طلع فيها تعرف اللهجه بنبلش مع اول وحده مصري بلدي مساء الخير اخبركم ايه النهارده انا عايزه اقول لك يا برد انا بحبك حب مش معقول البروجرام بتاعك ده خطير اه والله العظيم وانا بتفرج عليه على طول يعني انا والعيله وكده بنقعد وبنبقى مبسوطين قوي 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 ايوه برافو اللهجه الثانيه العراقي عراقي اوكي هلا عيني شلونكم شخباركم اشكركم على استضافتكم لي في هذا البرنامج الكلش كلش حلو اني احب الشعب اللبناني هوايه 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 واليوم اوعدكم بحلقه فد قويه فد اشياء مو طبيعيه شو بدنا نقول مساء الخير عليكم انا اللي لا فرحانه ياسر بوجودي معكم هذا البرنامج وان شاء الله تكون حلقه خفيفه وانا نحب الشعب اللبناني برشا برشا وحطيت عليا بلاصه كبيره ونحب ديما نشوفكم بالحلقه وان شاء الله ديما نلتقي في مرات اخرى واخرى ديما ديما جمال احنا عنا ديما واحده ديما جمال ديما يعني دايما دايما ويحط عليها بلاصه كبيره حلو كثير